يعني ايطاليا الحضور الكريم، جميع المناضلات المناضلين الامهات الشباب نساء ورجال اللي حاضرين معنا في هذه الوقفه الاحتجاجيه من اجل اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى الراس ديالهم معتقلي مسيره 6 ابريل داعيه لدعات لها النخبات والمركز ديال التنات. كنشكروا الاخوان ديال الاتحاد المحلي الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل الجهه ديال الطرفيده اللي دعاوا لهذه الوقفه التضامنيه من اجل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين. باسم اقول باسم جميع العائلات المعتقلين السياسيين 6 ابريل اللي مسجونين سجون السجن عكاشة سيء الذكر، المعاناة اللي كيعانيوها بشكل يومي من التعسفات ومن غياب الأدوية والأمراض اللي كيعانيوها. كنشكر الإخوان كاملين اللي حضروا معنا في هذا اللقاء هذا من أجل التعبير على هاد المناضلين اللي كيعانيو. علاش كما قلنا في الشعارات ديالنا قالوا كلمة حق وعبروا على المواقف ديالنا، حنا اللي هنا كنرفعوا الشعار من اجل الحريه، هما من اجل الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه علاش هما معتقلين. اذا هذه بالنسبه للاسم الاخوان ديال الاتحاد المحلي الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، هذه هي البدايه ديال سلسله من الاشكال النضاليه والاحتجاجيه اللي غادي ناخذها من اجل اطلاق سراح ديال المعتقلين السياسيين ومن اجل ابراز القضيه ديال الاعتقال السياسي في بلادنا المغرب. نعود نثير القضيه ديال الاخوان اللي تعتقلوا باسم العائلات، هما الابناء ديالنا 11 ديال الابناء 11 ديال الشباب اللي تعتقلوا من المسيره ديال 6 ابريل 6 ابريل اللي دعات ليها النقابات او المركزيه الثلاث الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل. 11 ديال الأطفال من خيرة الأطفال والأبناء ديال الشعب المغربي، أطفال مناضلين، أطفال أبناء المناضلين، أطفال شباب يهتمون بالقضايا في الوطن، شباب ينادون بالحرية وبالكرامة وبالعدالة الاجتماعية. هاد الشباب تعتقلوا من المسيرة ديال 6 ابريل وتلفقات ليهم التهم، تلفقات ليهم التهم، جوج ديال التهم اللي تلفقوا ليهم. التهمة الأولى هما أنهم مشاو في مسيرة أو كيحتجوا بشكل كيحتجوا بطريقة غير مرخصة داخل المسيرة مرخصة. لا يعقل أن يتم الاعتقالات من داخل المسيرات ديال المركزيات ويعتقلوا الشباب من وسطهم، المسألة غير مقبولة. وكما قال الأخ الكاتب ديال الاتحاد المحلي، يجب على المركزيات أن تتحمل المسؤولية ديالها في الاختطاف ديال هاد الشباب، لأن الشباب اختطفوا من وسط المسيرة. التهمة الثانية اللي تعطات للشباب ديالنا والأبناء ديالنا، دخلت عليكم بالله، واش هذوك الأبناء ديالنا بالهيئة الجسمية ديالهم وعلى سبيل المثال أيوب والبنية التحتية البنية الجسمية ديالو، واش غادي يضرب عباد الله هاد الطراس اللي هنا؟ واش أيوب هو غادي يجرح هاد الناس اللي هنا؟ والله هاد الشباب هادو، هاد الشباب هادو أنهم يحسوا جروح لهاد الرجال ديال الأمن، وكتقول قدام الله سبحانه وتعالى غادي تحاسبوا. اش غايقولوا الله؟ غايقولوا قدام الله شنو غادي يقولوا؟ اش غايقولوا ليه؟ جوني ماستر. فلهذا هاد التهم الملفخة والملفات المفركة وهاد القضايا اللي كترفع في حق المناضلين على التراب الوطني، ماشي غير الاخوان ديالنا والاطفال ديالنا اللي تعتقلوا في المسيرة ديال 6 ابريل، وكذلك هناك شابين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة ديال بن رشيد اللي تم الاعتقال ديالهم ظلما لأنهم رفعوا شعار
الرشواب. واش عباد الله اللي رفع شعار ديال ضربت الرشواب يتعتق في بلادنا؟ شكون اللي اعتقلهم؟ شكون اللي اعتقل هاد الشباب اللي رفعوا ضد الرشوه؟ الا طرف معين كيحبد الرشوه. هاد اللوبيات اللي كاينين عندنا في البلاد هي اللي خاصها تفضح، وهي اللي خاصها تتحاسب، وهي اللي خاصها يتم مورا المور المحاسبه ديالها حول جميع الاموال اللي تنهبات داخل البلاد ديالنا. مره اخرى المغرب العميق وفينا هو مزوار وبالسوغان. مره اخرى الاخوان كنشكروا جميع المناضلات والمناضلين ديال الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل. كنشكروا الاخوان ديالنا والشباب ديالنا اللي كنعتزوا بالانتماء ديالنا لهم، الرفاق ديالنا في 20 فبراير الحركه الدائمه والممانعه داخل الوطن. كنشكروا جميع الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان اللي حاضره معنا في هذه الوقفه الاحتجاجيه. كنشكروا الناس اللي عندهم غير على هذا الوطن وحاضرين معنا في هذه الوقفه الاحتجاجيه. اذا مره اخرى كذلك القوى السياسيه اللي حاضره معنا في اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه هي ما يمكن تكون الا حركات سياسيه ممانعه اللي كتناضل من اجل الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه اللي تعتقل عليها الابناء ديالنا. كذلك ما تفوتنيش الفرصه باش نشكروا هيئه الدفاع اللي حضرات معنا في هذه الوقفه ممثله داخل هذه الوقفه، وكذلك بالمجهودات اللي قاموا بها خلال المحاكمه اللي في المرافعات اللي تمت داخل المحكمه، وبينات خلال ديالو بينات بوضوح ان الملفات هي ملفات مطبوخه لهاد الشباب اللي كاين اللي كيعرفوا هاد المحاكمه اللي هما 11 ديال الشباب ديالنا. اذا مره اخرى باسم جميع عائلات ديال المعتقلين السياسيين في المغرب كامل، وبالخصوص العائلات ديال 6 ابريل، كنشكر الاخوان الحضور وكناكدوا بان العائلات جوج ديال العائلات معتصمين بشكل يومي وبشكل دائم داخل المقر ديال الاتحاد المحلي الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل درب عمر، وكتتم العمليه ديال الاستقبال والتضامن ديال الهيئات السياسيه والنقابيه والحقوقيه والجماهير الشعبيه يوميا على الساعه 4:30، وهناك وقفه دائما مستمره امام المقر ديال النقابه. اذا تحيه نضاليه، تحيه الشموخ، المناضلين اللي حاضرين معنا، المعتقلين السياسيين، والمطالبه بالحريه ديالهم الفوريه هو مطلب اساسي لهذه البلاد ديالنا. حنا تمنينا ان من 2011 تكون مرحله جديده في بلادنا رغم اعتراضنا على الدستور اللي طاح، ولكن تمنينا تكون بلادنا، وكنا كنقولوا بان بلادنا غتعيش مراحل جديده من اجل المحاسبه ومن اجل دستور جديد والحريه وفصل ديال السلطات. ولكن هذا حلم، حقيقة هذا حلم اللي هو وهم، وخاص جميع الهيئات نستمروا في النضال ديالنا من اجل تحقيق دستور ديمقراطي لهذ البلاد هذا. وتحيه نضاليه. اذا شكرا للاخ بوضادو كيف قال.